سالبي فقرتنا الأخيرة لليوم حنحكي عن القمر العملاق، الحدث الفلكي اللي اكتسب ضجة كبيرة في الأيام الماضية. ما هو وما تأثيراته وما أبرز الظواهر الفلكية المقبلة؟ أكيد أمور رح نتعرف عليها مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد سمر، صباح الخير، صباح الورد سالي، يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير يا رب. يعني هيك احنا قربنا من النصف الثاني من شهر رمضان المبارك. عجبت عن لقائنا الاول، يمكن كان بدايه شهر رمضان كنا ناطرين نرصد القمر والهلال، يعني تماماً. كيف هيك مرق الوقت؟ سبحان الله. على فكرة ولو يعني دخلنا مباشرة بقصة ليش بيمرق الوقت بسرعة؟ لأنه نحن صار عندنا شيء اسمه الذاكرة العشوائية أو ذاكرة الإنسان. حلو. عم بسرعة كبيرة عم تخزن المعلومات، وبالتالي نحن شلون نحن بنحس حالنا الوقت عم يمضي؟ لما نشوف شيء نحن متذكرينه، فحياتنا صارت عبارة عن كتلة من الذكريات المتتالية. هي الذكريات عم خلينا نقول عم تتواتر نفسها، لما عم تجي نفسها عم نحس أن الوقت عم يمضي بسرعة. هذا شيء فعلي، يعني هي نظرية علمية حديثة عم تحكي ليش الانسان بهذا القرن او بهذا العصر عم يحس انه الوقت عم يمضي اسرع من اجدادنا. يعني اذا بنسال اجدادنا كيف كانوا يمضوا الايام عندهم، بيقولوا لنا انه كانوا مبسوطين، كان في بحبوحه بالوقت، في نحن بنقول لهم يا الله شو تماما، بنقول لهم عم يمضي بسرعه لانه صار عندنا مواقع تواصل اجتماعي بتكرر لنا هالتخزين هالذكريات هي، فبنحس انه نحن الشيء اللي شايفينه شفناه قبل، وبالتالي بتواتر الذاكره بسرعه كثير كبيره، فبنشعر انه الوقت عم يمر اسرع. وكل ما كبرنا بالسن كل ما بيمضى الوقت اسرع، وهيك ايضا نظريه فيزيائيه، كل ما ازداد عمرنا بنحس الوقت عم يمضى اسرع واسرع. نعم. عشان هيك دائما الطفل بيقول امتى بيصير كبير، بس يصير كبير يا ريت نرجع طفل. عن جد عن جد الكل هيك. الدكتور خلينا نحكي عن القمر العملاق، القمر الوردي، وخلينا نحكي عن تاثيراته. بهذاك اليوم مثل ما حكينا تحت الهواء كثير من الاشخاص كانوا معصبين، كانوا متوترين، خلينا نحكي عن السبب الحقيقي لهذا الشيء كمان. تمام، بالفعل سمار ب 27 نيسان صادفت ظاهره فلكيه جميله جدا يلي هي وصول القمر لاقرب نقطه للارض خلال شهر نيسان يلي اسمها الحضيض القمري. بيكون القمر عم يدور حول الارض، بيصل لاقرب نقطه له يلي هي على بعد 357,000 كيلومتر، متوسط بعد القمر 384,000، يعني قرب تقريبا 20,000 كيلومتر، وبالتالي ظهر بسمائنا بحجم كبير اكبر ب 14% من حجمه، طبعا ظاهريا من حجمه الحقيقي، والمع اكثر اضاءه بنسبه 30%، وبالتالي ظهر كقرص واضح التفاصيل. يلي رصد القمر شاف التفاصيل، الجبال والوديان، وحتى الصور يلي وصلتنا، يعني الناس يلي عم تتابعوا وتصوروا فاستمتعت فيه تماما، كانت ظاهره فلكيه جميله جدا. هذه الظاهره ظاهره القمر العملاق هي ظاهره ناتجه عن دوران القمر حول الشمس بمدار اهليلجي يكون فيها القمر باحدى حالاته باقرب نقطه للارض. كنا عم نحكي تحت الهواء انه نحن داعينكم للزياره على المرصد الفلكي السوري. أكيد. لمتابعه جماليه هذا القمر بالتلسكوبات. طلعنا على الهواء قبل ما اقول لكم امتى الموعد. الظاهره الثانيه هي القمر الاجمل اللي هو العملاق ايار. نحن سنشهد ثلاث اقمار عملاقه. 10 ايار تماما تقريبا، بالضبط 26 ايار حنشهد بنيسان، بايار بحزيران، نيسان مر، الاجمل ب 26 ايار بالضبط، 26 ايار ذكروا هذا التاريخ. تمام، وقتها حيكون القمر اقرب من نيسان، يعني حيكون واضح اكثر، جميل اكثر، برونقه، بس ما اسمه الوردي. بعد منا بيجي بحزيران بيكون بلش يبتعد. نعم. ما بيكون برونقه، ليش؟ لانه هو عم يدور اهليلجيا نقطه 2 3 وبرجع ببعده، فانتم مدعوين ب 26 ايار بيكون القمر كبير وواضح. هلا في مفارقه، كثير ناس شافت القمر العملاق انبسطت، اتصلت فينا، تواصلت معنا، بتحمل هالموبايلات بتصورها بيطلع القمر صغير بالموبايل. السبب انه الموبايل ما بيقدر يعمل فوكس على كميه اضاءه مثل هي، وبالتالي بتظهر الصوره كثير صغيره. القمر العملاق ظاهره شهدت اقبال بكثير دول العالم. خلينا نحكي بصراحة، نحن سلطنا عليها الضوء بشكل علمي لسببين. السبب الأول بدنا نشوف تأثيرها، يا ترى هل هناك ارتباط ما بين القمر العملاق والزلازل؟ كثير في كلام بيقول إنه في ارتباط ما بين القمر العملاق والزلازل، حتى اليوم ما في أي إثبات إنه هناك ارتباط ما بين القمر العملاق والزلازل. الزلازل هي كارثة أرضية ما لها علاقة نهائياً بالقمر العملاق. الظاهرة الثانية كنتوا عم تحكوها تحت الهواء أيضاً، كنا عم ندردش فيها، إنه تأثير هذا القمر العملاق على حالتنا النفسية. كثير حكينا سالي سمر عن موضوع المدو الجزري اللي مارسه القمر، فإذا كان بدر هذا المدو الجزري أقوى، وبالتالي بدر وعملاق وإنسان 70% منه سائل، فهذا المدو الجزري بيمارس على الإنسان بشكل كتير كبير، فبيشعر الإنسان بحالة هيك توتر،
عصبية شوي يعني ما له مرتاح. هلا كنا عم نحكي عن الحالة أنا وسمر وأنت يعني دكتور، يمكن بهذا الوقت حسيتي في توتر، فتي على قرنك كان فيها توتر، وعن جد أحيانا الأحلام بالليل بتلعب كثير دور باكتمال القمر. خلينا نحكي عن يلي هيك توتروا وقلقوا شوي بالليل، صار عندهم هيك شوية خفقان بالقلب، أحيانا نأذوا إن شاء الله ما حدا بينأذي إن شاء الله يعني. صح كلامك دقيق تماما. السبب بكل بساطة إنه ضغط الدم، القلب بيضخ دم، فلما يكون القمر بدر بيسحب هذا الدم، فالقلب بده يتسرع اكثر، بده يحاول يسرع اكثر ليعوض هذا السحب اللي عم يصير بسبب القمر للدماغ. هذا السحب عم يسبب زياده في الاكسجين للدماغ، هذا الاكسجين الانسان بده يلاقي حل، مشان هيك المستذئبين القمر بدر. صحيح. كمان بوجه له الاستاذ رامي بداوي تحيه. السنافر اذا نتذكر السنافر انت بيطلعوا بالقمر العملاق الازرق، هلا نحن قمر عملاق وردي ليطلعوا سنافر ورديين. طبعا الالوان هي افتراضيه وليست حقيقيه، فهذا السحب هذا الاكسجين اللي بيتوارد على الدماغ بده يحرقه الانسان، فكيف بيحرقه؟ يا اما بيتوتر زياده وبصير حاله من حالات الاستذئاب، يعني العصبيه الزايده، هن بالغوا فيها طبعا بافلام الخيال العلمي وقالوا استذئاب هي عصبيه زياده توتر زياده، او في ناس ثانيه بتلاقوها كسلان كثير بدها تنام، خمول خمول هي العباره الصحيحه، بدها تنام بدها ترتاح مو قدرانه تعمل شيء. فعلا نحن لمسناها وشاهدناها ووثقناها، حتى في بعض الدول لما كان الامر العملاق وثقنا انه بتزيد دوريات الشرطه بالحوادث السير العمليات السرقه، في بعض الدول فعلا وثقت هذا الشيء، وعندنا دراسات تؤكد انه صار في زياده بمعدل الجريمه باحتمال القمر العملاق. السبب برجع بقول توارد الاكسجين للدماغ. الافضل بهيك حاله نرتاح، نحاول نشرب سوائل كثير مثل ما بيقولوا، في امور طبيه الاطباء هن اشطر مني فيها. بيقولوا الفريز، ما بعرف سمر شو رايك، بيقولوا الفريز بهدي الاعصاب. ما بعرف كل واحد، انا بحس حسب مشروبه المفضل، مثلا انا القهوه مثلا بشرب قهوه والله رايقه تمام. انا اللبن كثير بيدي اعصاب، ممتاز اللبن، لبن يعني بهيك اوقات طلع تومه يعني تماما كثير بيعالج الموضوع، فعلا مع تومه بيعالج الموضوع تماما، فانا اللبن كثير ميال له. صح. فاجت ظاهره القمر العملاق، يعني المفارق احيانا بيحدث ظواهر مرتبطه ببعضها، ظاهره القمر العملاق اجت باليوم اللي توفى فيه مايكل كولينز. مايكل كولينز هو عراب مهمه الفضاء ابولو 11 اللي نزل فيها اول انسان على سطح القمر نيل ارمسترونج. مايكل كولينز وصل رفقاته نيل ارمسترونج والدون الدارين او باز الدارين الى القمر، ويا حرام ضل عم يدور حول القمر وهو عم يشوفه نازلين على القمر، واكيد بيكون هيك كان تماما هن النازلين وهو عم يدور يستناهم ورجعهم. للاسف الشديد من يومين توفى مايكل كولينز بسبب معاناه مع مرض السرطان، ووفاته بيوم وفاته نشر بعض القصص الطريفة جدا عن مهمة أبولو 11، هذه المهمة اللي الناس كلها دهشت بوضع أول قدم إنسان على سطح القمر. من المفارقات اللذيذة اللي حابب هيك أذكركم إياها، أنه لما وصل أول إنسان على سطح القمر كنا متخيلين أنه وصل بسهولة وهدوء، وصف والله المركبة طفاها، نزل هالسلم ونزل وتمشى لا لا لا، مو بهالبساطة. لما وصل أرمسترونج والدارين إلى القمر نزلوا على صخرة فمالت المركبة وصار فيها عطل، فلما صار عطل انكسر أحد الأزرار اللي هي مسؤولة عن إعادة إقلاع المركبة. وقتها باللحظة هبوط على القمر ما كان أرمسترونج رايق ليقول خطوة صغيرة للإنسان خطوة جبارة للبشرية، لا لا لا، كان معصب متوتر، نحن صار عندنا مشكلة شو بدنا نعمل، حاولوا يصلحوا المشكلة حاولوا يصلحوا المشكلة، قضوا 3 ساعات من أصل 4 ساعات بمحاولة تصليح المشكلة وفشلوا بتصليح المشكلة. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. قبل الرحلة هي تمام هي 100% يعني قبل الرحله كان في زوجته لالدن الدارين، كان في مشكله بين الدن الدارين ووكاله الفضاء الامريكيه ناسا، انه كان هديته زوجته قلم معدني وكاتبه عليه اسمه حافره عليه اسمه، فقالت له الدن الدارين انت رايح ما بنعرف اذا ترجع ولا لا، فامنيتي تاخذ هذا القلم معك. فراح الدن الدارين لوكاله الفضاء قال لهم بدي احمل قلم معك. لا يا الدن ما بصير تاخذه معك، هذا وزن زايد على المركبه. قالوا له كله بضع جرامات. ابدا محسوبه بالجرام المركبه، لك مرقولنا اياها هي هديه من زوجتي، ما في مجال. ما رضي وكاله الفضاء، قامت اجت زوجته خيطت له بايد البدله جيب خفي وحطت له القلم فيه بدون ما يشعر الدارين. لما وصلوا للقمر وصارت هالمشكله دوروا على اي قطعه معدنيه يعملوها مكان الزر اللي انكسر. عجزت وكاله الفضاء الامريكيه انه تلاقي اي حل بديل تماما، فطرحوا انه موضوع يعني صاروا يسالوا عائله الرواد فضاء بتكون بالمحطه محطه التحكم، فاجت اعترفت زوجته قالت له يشق الجيبه بيلاقي فيها قطعه معدنيه هو القلم، وفعلا
اليوم بيعوا القلم، باعوا القلم ب 3 ملايين دولار، سعر مناسب لانقذ مهمه فضاء. لولا هذا القلم ما كانوا قدروا يرجعوا للارض، يعني هي المهمه كانت فشلت تماما. تخيلوا يعني فشلت تماما. طبعا نزل نيل أرمسترونغ، ضل ربع ساعه عم يتفتح على سطح القمر لحتى تاكد انه سطح القمر سليم ما في اي شيء مضر. بعدين نزل ألدون ألدارين، تصوروا واخذوا اول صوره سيلفي بتاريخ البشريه، هي السيلفي اللي نحن اخذوها. رجعوا بعدين، رجعوا لعند مايكل كولينز اللي رجع على الارض، وكانت رحله فعلا تترخ. بنرجع للقمر العملاق، القمر العملاق بيرتبط بالرحله، وكالات الفضاء بتحدد مواعيد رحلتها ارتباطا بالقمر. يعني افضل وقت لانطلاق مهمات الفضاء لما يكون القمر سواء بدر او بمرحله الاحدب الاول او الاحدب الاخير. نعم. ومشان هيك لاحظنا انه لما كان القمر العملاق انطلقت اكثر من مهمه الى الفضاء، منها اول مهمه صينيه لبناء محطه الفضاء الصينيه اللي رح تنطلق عام 2022. يعني الصين اليوم امام انجاز غير مسبوق، اللي هو محطه الفضاء الصينيه، صينية على الحل، يعني ما في حدا معه، مو مثل محطة الفضاء الدولية. نعم. الصين على الحل، متوقع عام 2022 تنطلق محطة الفضاء الصينية. أيضا انطلقت مهمة رواد فضاء أو سبيس إكس للالتحام بمحطة الفضاء الدولية، في الأول طائرة هليكوبتر اليوم على كوكب المريخ عم تطير، درون هليكوبتر. قدروا العلماء يوصلوا طائرة درون هليكوبتر على كوكب المريخ لتصور المريخ وأرض المريخ من سماء المريخ. حلو. ولاحظنا كيف أن سماء المريخ وردية بسبب طبعا انه غلافها الجوي رقيق جدا. هون خلينا نحكي عن القمر العملاق او القمر الوردي، في صور كثير نزلت انه هو القمر وردي، بس بنفس الوقت نحن كاشخاص شفناه هو قمر عادي ما دخله باللون الوردي، خلينا نحكي شو الصح برايك؟ تمام، هلا هو قمر عملاق. تمام. قمر عملاق، اما ليش سميه وردي؟ لانه مثل ما بتذكرون نحن دخلنا الربيع، ولما دخلنا الربيع الازهار بتبلش تتفتح، ففي زهره اسمها فلوكس، زهره معينه لونها وردي. يرتبط يعني ربطوا الحضارات السابقة ظهور هذه الزهرة تحديدا لما يكون القمر بدر وعملاق. فأول بدر عملاق بالربيع يسمى القمر البدر الوردي، لأنه بيجي معه زهرة الفلوكس الوردية، فارتبطت وجود هذه الزهرة الوردية الجميلة بوجود القمر العملاق. فهو ما له لون وردي، يعني ما في أي لون، يعني مثل قمر السنافر الأزرق ما في لون أزرق، هو قمر الصيف العملاق الصيفي لما بيجي بالصيف. حصادين. مواقع التواصل الاجتماعي ليش صورته وردي؟ يعني تلاعب بالالوان يعني فقط، مشان هي اعطينا نحن المعلومه الصحيحه. هلا عن جد وانا شفته وردي سمر، يعني انا وقتها قلت معقول بدنا نبقى. شفتي انت وقت الشروق تماما ما لا شفته على الفيسبوك. لا على الفيسبوك. على الفيسبوك شفته وردي. لانه وقت الشروق تمام بيكون قريب من الغلاف الجوي، بيظهر باللون الاحمر وليس الوردي، لانه بيكون في تلوث، طبقه التلوث اللي بتحيط بالارض فبيعطي لون، بيسقط لون الاحمر على القمر. نحن بنعرف دائما بشروق او غروب القمر دائما بيطلع باللون الاحمر، حتى الشمس يعني لما تشرق وتغرب بيكون لونها ميال للاحمر بسبب ظاهره الانكسار والانعكاس بالغلاف الجوي، ليس ظاهره ترتبط بالقمر او الشمس، بس يطلع لكبد السماء ببلش لونه يرجع للونه الطبيعي الرمادي هيك الجميل جدا بالوانه الجميله. يعني لونه هو مثل لون رماد الفحم. تمام. هو القمر على فكره مثل رماد الفحم، يعني ملمسه تربه القمر ملمسها وطبيعتها مثل رماد الفحم الرماديه، هيك ناعمه مثل البودره، ظريف جميله جدا. طبعا في صخور لكن هيك الملمس الناعم لها. فاذا وردي ليس وردي، لكن بسبب ارتباطه بظاهره ظهور الورد الفلوكس. تمام، خلينا نحكي دكتور عن ابرز الظواهر الفلكيه القادمه، خلينا نحكي عنها. هلا حكينا عن القمر القادم العملاق. تمام. هو جاي، لكن هلا عندنا ظاهرتين. الظاهره الاولى الان بدات ممكن متابعتها، لكن انصح بمتابعتها بعد 3-4 ايام تكون اوضح. مع نهايه شهر رمضان المبارك راح يشوفوا المشاهدين الكرام القمر خلينا نقول على سحور، بعد ما يتسحروا يخلصوا اكلاتهم ياخذوا دقيقتين نظر الى السماء، حيلاحظوا القمر بشكل واضح وقدامه على يمينه لون نجمه برتقاليه، هي مو نجمه هي كوكب زحل امير الحلقات، وعلى يساره شيء متالق يلمع بشده هو كوكب المشتري. القمر ما بين زحل والمشتري في اقتران رائع جدا جميل جدا، وبنقدر نشوفه بالعين المجرده، نطلع اطفالنا نقول لهم هذا زحل امير الحلقات بحلقاته الجميله اللي بتدور حوله، وهذا كوكب المشتري يلي هو الالمع، يعني واضح انه هو الالمع، هو اكبر كوكب بالمجموعه الشمسيه، الكوكب الضخم
وهذا القمر عم يتناقص الآن باتجاه نهاية شهر رمضان. منظر جميل جدا جدا، يعني ممكن تأمله بالعين المجردة، خاصة مع ساعات الليل الأخيرة قبل الفجر قبل شروق الشمس، واضح معنا وبيعطينا تفاؤل كثير حلو. يعني لما تطلع عليهم كيف هيك لؤلؤتين بالسماء وبيناتهم الهلال، فهي أحد الظواهر. في ظاهرة ثانية هي التدلويات، هطل شهابي أيضا بنهاية شهر رمضان مبارك بنهاية نيسان وبداية أيار، ناتج عن بقايا مذنب هالي يلي مر عام 1986. هذه البقايا بتشكل هطل شهابي خفيف اسمه إتا الدلويات، أيضا من الظواهر الفلكية المميزة جدا اللي نحن كمان مرتقبينها، وخاصة نحن عم نلاحظ أنه السماء صافية وواضحة وفينا نحن نتأمل هالظواهر هي بسهولة. حلو. ما لنا بحاجة أي أجهزة، ما بدنا تلسكوبات. لا ما بدنا. طيب دكتور خلينا نحكي، ما في تأثيرات يعني سلبية خلينا نقول من لا أبدا، وعم نشهد يعني يمكن خلال هالشهر أو الشهرين كثير يعني ظواهر فلكية. هل هذا الشيء بيعود لشيء معين نحن سبق معنا أو يعني دائما؟ حلو. فعلا الناس كثير عم تسألني هذا السؤال تحديدا، برافو عليك سالي، انه موضوع التواتر، يا ترى شو سبب التواتر؟ هل اقتربت نهاية العالم؟ هل في خطر جرم سماوي؟ وخاصة انه هلا حتسمعوا انه في جرم سماوي رح يقترب من الارض، في نيزك رح يقترب من الارض، هذا مو صحيح، بعيد كثير عن الارض. السبب سالي هي اهتمام الناس. السبب اهتمام الناس زاد بعلوم الفضاء والفلك بكل دول العالم. هالاهتمام الزايد دفع وسائل الإعلام أيضا الاهتمام الزايد بالأحداث الفلكية، فسلط الضوء أكثر على الظواهر الفلكية وتأثيراتها. مع تطور العلم صار يندرس تأثيرات الظواهر الفلكية على الأرض، على الإنسان، على كل هالقصص. هي الزيادة بالاهتمام خلت تواتر الأحداث الفلكية تظهر. هي القمر العملاق كان موجود في السابق ووثقته الحضارات كلها على مر التاريخ، لكن ما كانوا يشهدوه مثل ما نحن نشهده بهالاهتمام، بهالمتعة، بوجود التقنيات التكنولوجيا. فإذا هي الفكر فعليا ليس زيادة في الأحداث، إنما زيادة في تسليط الضوء على هذه الأحداث. صدقيني سمر سالي، أيضا عم نشهد زيادة بإقبال الناس. يعني كنا نحن مثلا لما نلتمس هلال او نرصد هلال يجينا 20 30 شخص يشاركوا معنا، هلا عم يجينا بالمئات. لما القمر العملاق صدقيني مئات الصور، لدرجه انه اضطرينا نحن نعمل مسابقه من اجمل صوره حتى ننشرها على موقعنا، لانه صار في عدد كبير من الناس مهتمه، وهذا شيء كثير ايجابي وكثير جيد وكثير صحي، لانه نحن بالنهايه مرتبطين بهذا الكون، جزء من هذا الكون الجميل، وحلو كثير انه نرتبط بالاحداث الفلكيه ونتابعها ونشاهدها، لانه كثير بتعطينا راحه نفسيه، بتعطينا تفاؤل، وبتعطينا تامل لشيء نحن مرتبطين فيه. فكثير حلوه هالظاهره. اكيد دكتور، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وبنشوفك اكيد بحلقات قادمه. الله يخليك سمر، كل عام وانت بخير سالي سمر، يسعد صباحكم يا رب. شكرا دكتور محمد، وكل عام وانت بخير، ان شاء الله يا رب دائما مرافقنا بالشغلات الايجابيه، ودائما يمكن نحن مرتبطين بهالكون، ايضا بالكواكب المحيطه فينا، ممكن تاثر علينا احيانا ايجابا خلينا نقول اكثر من سلبا. نورت صباحنا، واهلا وسهلا. شكرا لك سالي، سعد صباحكم.